شكى رجل إلى طبيب وجعا في بطنه، فسأله الطبيب: ماذا أكلت؟ أجابه المريض: أكلت طعاما فاسدا. فدعا الطبيب بكحل كي يكحل عيني المريض. استغرب المريض وقال: إنني أشكو ألما في بطني وليس في عيني. أجاب الطبيب: أعلم ذلك، ولكنني أكحلك لترى الطعام الفاسد جيدا، فلا تأكله. الهدف من القصة: انتبه لنفسك جيدا، فالطعام الذي تأكله لا يحتاج إليه جسمك، كالحلويات والسكريات فكلها مضرة لصحتك ونفسيتك أيضا. كل ما أكلت الكثير منها أصبحت غير واثقا من نفسك بسبب زيادة وزنك الضار، فانتبه لنفسك وانتبه مما تأكله.